رحمة الله وبركاته، أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم أن تسويتوا عمل اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا برايك عشان يوصل لكم جديد، ولأنه فيكم ما بأسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 يوليو 2022، ونبدأ سجل جرام عيار 24 1125 جنيه شراء و 1131 جنيه البيع، كما سجل الجرام عيار 21 985 جنيه شراء 990 جنيه البيع، وسجل عيار 18 844 جنيه شراء 848 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الذهبي 7920 جنيه، وسجلت الأونصة 1713 دولار. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17/7/2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.